عملنا ايه، ازاي اشتغلنا، ازاي فكرنا في الملف ده. دكتور ايمن حمزه يشرح لنا اكتر معانا على التليفون، المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقه. مساء الخير دكتور ايمن، برحب بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، تحياتي لحضرتك وتحياتي اهلا للمتابعين اهلا الكرام بيك يا يا دكتور فندم. ايمن، اهلا وسهلا. كنا بنفتكر مع بعض يعني الطاقه والكهرباء، الوقت المظلم. المظلم مظلم الوقت صحيح. المظلم وكان لا يليق ابدا بمصر زي ما حضرتك اشرت فعلا، ويمكن كانت اثاره على كل النواحي الحقيقه، يعني حتى على المواطن العادي، على الاستثمار، على المستثمرين، على تصنيع. الصحه يعني. فطبعا وعايز اقول لحضرتك ان يعني اكثر الناس تفاؤلا ما كانش يتوقع ان ممكن يحصل تغيير في الواقع دوت يعني غير جيد في وقت قصير. عايز اقول لحضرتك مثلا لما احنا بنتكلم على الكهرباء بنتكلم على ثلاث حاجات اساسيه، هو اتفضل. الانتاج والنقل، شبكات النقل وشبكات التوزيع، يعني هم دولت الاساس، وبعد كده بيجي بقى الطاقه المتجدده والخدمات والحاجات دي. فما كانش ممكن ان احنا ممكن نشتغل زي ما حضرتك اشرت، ممكن السيد الرئيس اكد على ان الجوانب كلها مهمه. لو اشتغلنا على الانتاج، احنا مثلا في موضوع الانتاج عشان يبان قد ايه الدعم القوي والتضافر والانجاز، وان صح التعبير الاعجاز، لما بنقول احنا دخلنا اكثر من يعني تقريبا 30,000 ميجا وات في خلال 6 7 سنوات، ده كبير جدا، قدره كبيره جدا. منها ان تقريبا حوالي اكثر من 3600 ميجا وات في خلال 8 شهور ونص. واحنا كنا في 2014، عشان يبان بقى الفرق، في 2014 كان اقصى حمل نقدر ان احنا نوفره حوالي 24,000، وكان في عجز من 2008 واحنا كان ما بين 2 الى 3000 ميجا وات، وصل في 2014 عجز 3000 ميجا وات، يعني تقريبا كان حوالي 20% من الطاقه احنا مش قادرين نوفرها. لما ندخل بقى ال 14400 سنتين ونص في 3 محطات عملاقه، الحين المحطه في المقاييس العاديه تخش من 5 سنين، ال3 محطات عملاقه اللي هي بتوع اللي هم بالتعاون مع سيمنز تخشوا في 3 سنتين ونص، ده عملناهم يعتبر في قد ايه؟ اعجاز. في 2 ونص، سنتين ونص، سنتين ونص فقط، نص الوقت. و3 محطات وكفاءه عاليه جدا. كمان في نفس الوقت يعني اصبح عندنا دلوقتي بقى في فائض الحمد لله واحتياطي، يمكن اقصى حمل وصلنا له السنه اللي فاتت في الصيف السنه اللي فاتت حوالي تقريبا 34,200 ميجا وات، وكان عندنا احتياطي اكثر من 13,000 ميجا وات. يعني معنى كده ان احنا تقريبا بدل العجز اللي كان عندنا 20% بقى عندنا وفره اكثر من 25% واحتياطي. ده يعتبر اعجاز على نفس المستوى والتوازي معاه هو شبكات نقل الكهرباء. شبكات نقل الكهرباء عشان برضو يبان للمواطنين والمستمعين دي بتاثر في ايه؟ بتاثر في الصعيد، بتاثر في المشروعات الاستثماريه اللي هي بتبقى على الجهد الفائق والعالي. عايز ادي حضرتك مثال كده، احنا كنا مثلا لغايه 2014 كان الاطوال بتاعه الجهد ال 500 كيلو فولت تقريبا حوالي 3200 كيلو متر. احنا دلوقتي اكثر من 7600 كيلو متر، يعني تقريبا 150% تم اضافتها. على نفس المستوى محطات المحولات العملاق اللي هي جهد 500 كيلو فولت، كان عندنا تقريبا حوالي 10 محطات اللي هي بجهد 500 كيلو فولت، دلوقتي احنا بنتكلم ان احنا عندنا حوالي 31 محطة محولات. بيبان من كده ان هو لا ده شغل كويس جدا جدا، ما كانش ممكن. طب قول لي يا دكتور ايمن، فاكر لما كنا بنتكلم برضو ان كان في اشكاليه عندنا انك يعني الكهرباء ومساله الانقطاعات والحاجات دي بتبان قوي زي ما حضرتك قلت لي الصعيد، لكن كمان في القرى، في الحاجات البعيده، ان يبقى التركيز اكتر على العواصم، العواصم المحافظات والكلام ده، لكن هل خطوط النقل وشبكات النقل دي برضو ساعدتنا في ده، العداله بقى في مساله الكهرباء في كل الجمهوريه؟ مظبوط مظبوط، دي نقطة مهمة جدا. لأن هي شبكات نقل الكهرباء هي اللي بتوصل الكهرباء للأماكن البعيدة عن الإنتاج. محطات الإنتاج.
ده اللي بيشمل فيها زي ما حضرتك اشارتي بقى الدلتا، القرى، الصعيد، يعني اماكن بعيده عن الاماكن اللي هي مركزيه. وعايز اقول لحضرتك بقى اللي كان اللي بان كمان في القرى والاماكن اللي هي صعيد الحاجات دي شبكات توزيع الكهرباء. شبكات توزيع الكهرباء هي ديت اللي هي الجهد المتوسط والمتوسط، مش دي لما اقول لك مثلا يبقى في قطع كهرباء اربع خمس ست قرى كله مع بعض اتقطع، يعني ممكن تقول اشكاليه. فدي بقى انك مساله التوزيع. لان هي ان مجموعه قرى متوصله على توزيع واحد، وبالتالي لما يحصل عطل في اي حته الباقي كله كل الخط كله. ويمكن يمكن بيضيف عليها بقى يمكن مبادره الحياه كريم الاستاذ الرئيس اطلقها ديت كمان بتهتم جدا جدا بان يبقى البنيه التحتيه الخدمات كل ما يختص بالكهرباء على سبيل المثال تساوي وتوازي اللي موجود في المدن. يبقى القرى الخدمات الالكترونيه الانترنت الكهرباء كل حاجه تبقى زي عداله بالظبط. ده التاثير بتاعه ايه بقى يا فندم؟ اتفضل. زي ما حضرتك اشرتي ان اولا المستثمر بقى عنده ثقه في ان هو يضخ استثماراته لان الكهرباء مستقره. الحاجه الثانيه هي المشروعات التنمويه الضخمه اللي بتتم على ارض مصر. ما فيش تنميه من غير كهرباء. نقدر نعملها في اي مكان بقى. ايوه مظبوط. ويمكن عشان كده سياده الرئيس يعني من اول يوم اكد على ان توفير وتامين الكهرباء ده امن قومي. أمن قومي يعني إن هو فعلا أي تنمية وأي استقرار في أي بلد لابد إن هو الكهرباء ده عامل أساسي وعامل مهم جدا. وعايز أقول لحضرتك إن ده مش برضو يعني نتج منين؟ أول حاجة دعم سيادة الرئيس للموضوع وإيمانه القوي بالملف ده، تضافر الجهود كلها يعني مش بس الكهرباء، الكهرباء، البترول، القوات المسلحة، المالية، البنك المركزي، التعاون الدولي، يعني جهات كتير جدا تعاونت علشان فعلا يبقى التخطيط العلمي اللي موجود في اراده سياسيه قويه عايزه ان هي تنفذ وتطلع من النفق اللي كان مظلم. على ذكر التخطيط العلمي وان يكون في رؤيه استراتيجيه ورؤيه مستقبليه، واضح ده قوي لما كنا في قمه المناخ واحنا بنتكلم على الطاقه دكتور ايمن، مش بس من مصادرها التقليديه لكن الرياح، الطاقه الشمسيه، مؤخرا بنتكلم على الهيدروجين الاخضر، وان اوروبا كمان مهتمه بده وجالنا استثمارات في الملف ده، ازاي ده برضو بيعزز وبيتكامل في الملف. مظبوط. هو بص حضرتك لما بنتكلم على طاقه متجدده ما كانش ممكن يحصل الموضوع ان انت تتوسعي في طاقه متجدده الا برضو نتيجه مخطط سليم. مخطط عندنا في مخطط لغايه 2035 وبيتم تحديثه الاستراتيجيه المصريه لمزيج الطاقه بحيث ان هو توصل نسبه الطاقه المتجدده 42%. ده بيعكس ايه؟ بيعكس لكل المستثمرين والقطاع الخاص، القطاع الخاص ده هو ده الهدف تشجيعه في موضوع الطاقه المتجدده والهجوم الاخضر. لما بينظر ان في استراتيجيه واضحه وان مصر ماشيه على تنفيذ هذه الاستراتيجيه، عايز اقول لحضرتك ان احنا مثلا وصلنا دلوقتي اكثر من 6000 ميجا وات من الطاقه المتجدده، ونسبه تقريبا 20% من الحمل الاقصى وصلنا لها. بالإضافة إلى دخولنا في مجال الطاقة المتجددة، ويمكن حضرتك أشرت لقمة المناخ، ما تم في قمة المناخ نجاحات كبيرة جدا. يعني على سبيل المثال لما نتكلم على الهيدروجين الأخضر، هو كان في أو هناك حوالي 23 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية والعربية والمصرية في مجال الهيدروجين الأخضر للإنتاج والتصدير. منهم فقط 9 اتفاقيات اطاريه تم توقيعها في قمه المناخ. استثماراتهم كام تقريبا؟ حوالي 85 مليار دولار. ده بس الهيدروجين الاخضر. على نفس المثال 28,000 ميجا وات تم توقيعها برضه في قمه المناخ باستثمارات حوالي 34,000 ميجا وات. ده 24 مليار دولار، ده انتاج الطاقه من الرياح. عايز اقول لحضرتك بقى اللي بيعزز ده كمان او بيقوي بقى التوجه الثاني هو ان مصر تكون مركز اقليمي. عندنا خطوط ربط مع الاردن، مع ليبيا، مع السودان، في مشروع ربط بيتم تنفيذه دلوقتي مع السعوديه. المشروع او المذاكرات التفاهم والاتصالات والمناقشات والدراسات للربط مع اوروبا
وبروس من اليونان. خلال من خلال اليونان، ويمكن سيادة الرئيس في دبي أشار إلى إن في اتصالات مع أطراف متعددة، لأن أولا أوروبا مهتمية جدا بالحصول على الطاقة، وخاصة الطاقة المتجددة. نظيفة. مصر غنية بيها، وعايز أقول لحضرتك كمان إن ده ما يعتبرش بس ربط ما بين مصر وبين أوروبا، ده ما بين أفريقيا وبين أوروبا. أفريقيا عندها طاقة متجددة كبيرة جدا، فبالتالي هو فعلا الحمد لله يعني نقلة كبيرة، ملف هام جدا، وإن شاء الله الجاي يبقى أفضل بكتير. بإذنك يا رب إن شاء الله. كل الشكر والتحية لحضرتك يا دكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء.